الاماراتي طمأنت قواعده بان العمليه تتم بشكل شفاف وبشكل عادل، وانه سيصبح لديهم مرشح قادر على هزيمة ترامب، وهذا هو الأهم. هنا أعود إلى كاميلا هاريس وأسأل ضيفي من دبي الدكتور عامر فخوري. ميراث كاميلا هاريس في الثلاث سنوات ونصف التي قضتها نائبة للرئيس، هل يعني يدفعها أو يعزز مكانتها كبديلة لبايدن؟ أريد أن أوضح أن إذا كان بايدن قد ارتكب أخطاء خلال فترة حكمه الفترة الماضية من 2020 ل 2024، فهذه الأخطاء أيضا مشتركة مع كاميلا هاريس، لأن كاميلا هاريس هي جزء من الحزب الديمقراطي وهي نائبة رئيس. إذا الرئيس ارتكب أخطاء فهي أيضا هي جزء مسؤولة أيضا عن دعني أقاطعك فقط أعذرني دكتور عامر، لأنه هذه نقطة مهمة، هذا تطور مهم، فهو نبأ عاجل. كتلة النواب السود في الكونغرس تعلن دعمها بالكامل لكاميلا هاريس كمرشحة ديمقراطية للرئاسة. إذن كتلة النواب السود في الكونغرس تعلن دعم كاميلا هاريس، هذا تطور مهم أيضا، ممكن صحيح ممكن أن يعني نناقشه في الإجابة. بكل تأكيد، وهذا يمكن من الأسباب اللي يعتمد عليها بايدن من أجل تأييد وجود كاميلا هاريس، باعتبارها أنها سوف توسع القاعدة الانتخابية وتوسع الأصوات المؤيدة له وهي كتلة السود. لكن أريد أن أوضح مرة ثانية، إذا أن الإرث الذي خلفه بايدن سوف يكون ثقيل جدا على كاميلا هاريس، أشير إلى أن هذا الإرث ثقيل جدا، خاصة من موضوع الهجرة غير الشرعية وتحديدا من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة على الحدود مع المكسيك. الأعداد المهاجرين غير الشرعيين اللي دخلوا البلاد، يعني الأرقام يعني تكون متفاوتة، لكن أقل رقم من الأرقام التي سمعناها لا يقل عن 6 مليون مهاجر غير شرعي دخلوا الولايات المتحدة أيام وجود كاميلا هاريس وأيام وجود بايدن في السلطة. الإرث اللي خلفه بايدن لكاميلا هاريس هو إرث كبير جدا، وأعتقد أن كاميلا هاريس ليس بمقدورها لوحدها أن تدافع عن تلك الأخطاء، سواء كانت حتى في موضوع العلاقات الخارجية والحروب التي كان يدعمها بايدن وتأييده للاستمرار الصراع في أوكرانيا ودعمه لإسرائيل في حربها مع غزة. هذه الملفات كاميلا هاريس هل هي قادرة، دعنا نسأل، هل هي قادرة على أن تواجهها؟ هل هي قادرة على معالجتها؟ بكل تأكيد هذا الإرث اللي خلفه بايدن هي تشترك فيه جزء لا يتجزأ. تصريحات كاميلا هاريس خلال الفترة الماضية على سبيل المثال فيما يتعلق بعلاقات الخارجية هي استمرار لخطاب بايدن، الدعم المستمر يعني على سبيل المثال لما نسمع أنه إلى الآن هناك مليارات من الدولارات دفعت من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا كما لو كانت أوكرانيا ولاية من الولايات الأمريكية، وهذا لا يليق وهذا لا يجوز. هل كاميلا هاريس سوف تستمر؟ الأمر الواقع حسب كلامها هي سوف تستمر في دعم الأوكران في حربهم ضد روسيا، والكل يعلم أن هذا الدعم هو ليس له أي قيمة، وإنما هو استنزاف للجانبين الروسي والأوكراني، والخاسر الأول والوحيد هو المدنية من كلا الطرفين. لماذا هذا التعنت من بايدن ومن كاميلا هاريس في دعم على سبيل المثال اشتعال الحروب على الجبهات المختلفة حول العالم؟ يمكن هاي الملفات اللي بيعتمد عليها ترامب من أجل استمراره في تقديم الطعن والسهام إلى الحزب الديمقراطي، سواء كان بايدن وإلى كاميلا هاريس. لن تسلم كاميلا هاريس من سهام ترامب خلال الفترة القادمة، لأنها نفس الأخطاء سواء كانت عن بايدن أو هاريس صادرة عن الحزب الديمقراطي ككل، وبالتالي فكاميلا هاريس عليها أن تتحمل هذا الإرث، وأعتقد أن الإرث ثقيل جدا عليها. وهي مرة أخرى أشير إلى أنه حملة ترامب تقول أنه هاريس ستكون حتى أسوأ من بايدن في منصب أو كمرشحة للرئاسة. تعليق أخير من ضيفي من دبي دكتور عامر فخوري. دكتور عامر، هناك أيضا استغلال كبير من قبل حملة ترامب. حملة ترامب تعمل الآن على تشويه كاميلا هاريس بشكل كبير، وتقول بأنها جزء من الفساد، أو لقد كانت هاريس عامل التمكين الرئيسي لجو الفاسد طوال هذا الوقت، إنهما يملكان سجلات بعضهما البعض ولا يوجد اختلاف بين الاثنين. وهذا ما كنت أشير إليه دكتور عامر قبل قليل، يعني من أنه أصلا ستتحمل هاريس مسؤولية فترة رئاسة بايدن.
أستاذي الله يسلمك، أعتقد أنه يمكن لو تابعنا الحملة الانتخابية التي تمت خلال الفترة الماضية نرى خاصة من قبل الإعلام الأمريكي قبل عملية اغتيال أو الفاشلة لترامب. الإعلام الأمريكي للأسف خلال الفترة الماضية كان محمل ب أو مشحون بعبارات مليئة بالكراهية من قبل الطرفين، سواء الديمقراطي ضد الجمهوري أو الجمهوري ضد الديمقراطي. إذا كانت عملية اغتيال ترامب قد كانت فاشلة، فأنا أستطيع أن أحمل الإعلام بشكل عام مسؤولية ما يحدث. الآن هناك طعن واستهام موجه من قبل الطرفين الآن ضد الآخر، وهذا أمر متوقع. يعني مباشرة بمجرد ما أعلن بايدن انسحابه سمعنا ورأينا أن الحزب الجمهوري بدأ بتوجيه سهامه نحوه، وهذا أمر متوقع في ظل الإعلام الذي يستخدم عبارات مليئة بالشحن ومليئة بأجواء لا تتفق مع نظام الديمقراطي. نعم، شكرا جزيلا لضيوفي الكرام من دبي المتخصص في الشؤون الدولية دكتور عامر فخوري. أشكر ضيفي من أرلينتون العضو السابق في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري السيد بوب كاري، وأشكر ضيفي من واشنطن دانيال ليبمان مراسل بوليتيكو في البيت الأبيض. شكرا جزيلا.